أهلا بيكم في المزرعة. من ألطف الحاجات اللي تحصل لك لما تكون مربي كلاب إن أنت وأنت ماشي خارج تلاقي العيلة كلها خارجة حواليك تحاول توصلك لآخر مرحلة يقدروا يوصلوك فيها. هنا كانوا طالعين ماشيين ورايا كلهم بربط المعلم، وقفت وقفوا هما كمان، طبعا ضاربين تلاقي كده واقفين عاملين عمارة ومش حاجة. اضطريت اتحرك كلهم تاني ورايا زي ما احنا شايفين كده، عصابة ماشية ورايا. المهم ان الاستاذ فودو متقدم الموقف وطالع قاعد لوحده قدام. بعدين هنا في الحتة ديت مزيكا كان ظهر في ظهري فهوهو عليهم بيربي عياله بقى، فرجعوا يجروا زي ما احنا شايفين كده. وده الاستاذ برضو فودو واقف، بدأت اجري وراهم قال لهم يلا 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 امشوا كده، عمالين يرجعوا شوية وبعدين يرجعوا يمشوا ورايا تاني، وبعدين ابتدوا يقعدوا. وبعدين انا الاستاذ باندا قعد وبدأ يبص لي وافتكر ان احنا هنلعب، اقول له ارجع ارجع شوية، اول ما امشي يرجع يجري ورايا تاني. وبعدين الاستاذ برضو فاكر ان احنا بنلعب، حاول افهمه ان احنا خلاص وقت اللعب خلص مفيش. ده مزيكا واقف جنب العربية مستنيني، نظرات كلها شظرة يعني، ويقول لي تقريبا انت اللي بتبوظ العيال. المهم ان انا بدأت بقى اهشهم واجري وراهم عشان يرجعوا. الاستاذ بلاك قاعد في الارض مش هنلعب برضو مفيش كلام، بدأت اعدله عشان يروح. وبعدين بقى بدأت افقد الامل ان هم يسمعوا الكلام اصلا، شايف باندا قاعد على جنبه هو راح يلعب معاه، فكنت خلاص بقى زهقت يعني. اشوفكم في حلقة جديدة من المزرعة.